ملكة الهجار أو أم الطوارق كما يحلو للبعض تسميتها، تستقبل زائريها مجددا بمتحف الباردو الذي يفتتح جناحا تحت عنوان تنهينان الشخصية الأسطورية. هي فكرة ثقافية كبيرة جدا من حيث الرمزية طبعا للثقافة الجزائرية عموما وللثقافة العالمية أيضا، يزوروه الكثيرون، لكن في نفس الوقت مدبية أيضا ينتقل إلى ولايات أخرى، بداية بتمراسة طبعا. اليوم نعمل على إظهار هذا التراث حقا، ونحن عندما أقول وأكرر عندما نعمل على إظهار هذا التراث فإننا نريد أن يفتخر كل جزائري بما هو عليه تاريخيا وحاضرا كذلك. يشمل الجناح على مجموعة جديدة من الأبحاث والحفريات الأثرية الناجمة على آخر الأبحاث بأباليسا، كما يضم عرضا لمجموعة من الحلي والمعروضات التارجية. القيمة المضافة لهذا المعرض، احنا نعرفوا بلي فيما مضى بالنسبة لمتحف باردو هناك قاعة تسمى قاعة تنهينان، وين نلقاو السكيلات تاع تنهينان مع لي بيجو مع كالكي زوبجي، وانما هذا المعرض يبرز بزاف المعلومات، بزاف حتى الجانب المورفولوجي اللي استقرت فيه هذه الملكة. جناح تنهينان بمتحف الباردو تزامن وانطلاق الأبواب المفتوحة على المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ.